بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم متابعي ومحبي قناة بيسن والكرة في كل مكان. نلتقي اليوم كما عودناكم دائما في عدد جديد فيه كثير من أخبار لاعبين إن شاء الله. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. نلتقي بعد فاصل قصير إن شاء الله. كنت قد أشرت في عدد أمس لعودة فارس لتشكيلة لاتسيو، لكنني قلت أن مشاركته قد تتأخر لبضعة لقاءات عطفا على تأخره البدني. مدرب لاتسيو سيموني إنزاغي فاجأ الجميع وأشرك فارس أساسيا في أول لقاء له بعد العودة، وكان ضد بارما في كأس سهرة أمس. صحافة لاتسيو قالت اليوم أن إشراك فارس بسبب قلة الخيارات على الجهة اليسرى، كما قالت أن المدرب سعيد جدا بعودة فارس وعودة لوليتش أيضا للتدريبات، حيث سيتوفر له الآن كثير من الخيارات في هذا المركز. تعودنا دائما على اختيار التشكيل الأحسن في الدوريات عامة أو في بعض الجولات على وجه الخصوص، لكن موقع DE24 الألماني اختار لنا تشكيلة الأسوأ في الدوري الألماني في النصف الأول من الموسم. لاعب الخضر ونادي شالك نبيل بن طالب حجز لنفسه مكانا في التشكيل الأسوأ مع نجوم كبار في صورة توما مونيي ورينير لاعب بيد بوريسا دورتموند، وأيضا مارك روكا وبنجاما بافار لاعبي بايرن ميونيخ. الموقع السابق وفي تبريره لاختيار بن طالب قال أن نبيل لم يستحق كل تلك الفرص التي منحت له، فرغم أن كل المدربين أخرجوه من الدرج وأعادوا له الأمل إلا أنه خيب ظنهم جميعا، وآخرهم مدربه السابق إيمانويل باوم مدرب السابق لشاك أيضا الذي قدم معه أسوأ المستويات. إلى مسلسل جمال بن عمري الآن، والذي لن يتوقف ربما حتى نهاية الميركاتو الشتوي نهاية الشهر الحالي. صحيفة الرياضية السعودية قالت اليوم أن إدارة الأهلي رفعت عرضها المالي لضم جمال، لكنها أمهلته بالمقابل أسبوعا واحدا فقط قبل بدء البحث عن بديل له. المصادر السعودية قالت أن العرض الجديد هو 2.1 مليون أورو، تتضمن راتبه لسنة ونصف، مدة العقد الذي سيوقعه، وأيضا قيمة إضافية كتحفيز له لاختيار الأهلي، لكن شرطها لتوقيع هذا العقد المغري هو حصول بالعمري على ورقة خروجه من ليون مجانا، لأنها لن تتفاوض مع ليون على ورقة تسريحه بما أنها ستدفع هذا الرقم الكبير. ويبدو أن لاعب الخضر موافق على هذا العرض، فبحسب نفس المصدر طلب بالعمري مهلة لأجل إقناع إدارة ليون بمنحه أوراقه للتوقيع مجانا، وآمله في ذلك كبير. بحسب وجهة نظر جو ميشيل ولاس لن يسرح بالعمري مجانا، الأمر من سابع المستحيلات والله أعلم. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة مالاغا تفكر ماليا في تفعيل بند الشراء في عقد لاعبها الجزائري يانيس رحماني، وهذا بعد مستواه الكبير جدا منذ بداية الموسم. الصحيفة الإسبانية الأشهر قالت أن بند أحقية شراء في عقد اللاعب هو مليون أورو فقط، لكن رغم ذلك وضع مالاغا السيء ونجاته من الإفلاس في بداية الموسم سيجعلها تفكر ألف مرة قبل نزع مليون أورو من خزينة النادي. إلى ذلك قال موقع مالاغا أوي المحسوب على مالاغا أن يانيس رحماني باسكي، وكل لاعب باسكي متألق هو مراقب من أتلتيك بلباو، وفي حال نجح مالاغا في ذم رحماني فإن ذلك لا يعني خسارتها، فحتى لو صرفت مليون أورو لضمه قد تبيعه بمبلغ أكبر بعد أيام فقط من شرائه. بعد غياب امتد لقرابة 20 يوما، سجل الدوري الجزائري مهدي زرقان عودته لتدريبات فريقه بوردو صباح اليوم الجمعة، بعد أن تعافى من إصابته في أربطة الركبة الجانبية عانى من تمزق بسيط. بالمناسبة زرقان قام بعمل فردي مع 2 من زملائه العائدين أيضا، حيث يعمل الجزائري على التواجد في لقاء ليون الذي سيقام بداية الأسبوع المقبل، لكن بحسب الصحافة المقربة من النادي عودة زرقان قد تتأخر، وذلك لغاية لقاء ليل الذي يليه بأسبوع. دائما مع أخبار لاعبين والإصابات، وهذه المرة مع جديد ياسين بنزية. مدرب ديجون دافيد لينار نشط ندوة صحفية اليوم الجمعة عاد فيها للحديث عن وضع لاعبه الجزائري المتألق. لينار قال أن بنزية يعمل بجد
وهو متشوق للعودة للميادين، لكن من دون أن يكشف بوضوح عن تاريخ محدد لعودته. بحسب رأيي من طريقة حديث لينار، عودة ياسين لم تعد بعيدة. أخيرا استطاع اليافع الجزائري ولاعب ماريتيمو البرتغالي رفيق غايتان أن يجلي لباله الأنظار. صاحب اليسرى السحرية قدم وبحسب بعض المصادر البرتغالية مستوى كبير في لقاء جيل فيسنتي الأخير. هذا الأداء سمح له بولوج التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي لأول مرة هذا الموسم، ولو أنها باختيار أحد الصحفيين فقط. غايتان يلعب بنظام الإعارة من ران الفرنسي في ماريتيمو، وللأسف لم يقدم أي مستوى ملفت لغاية الآن. أطل المتألق الجزائري أندي ديلور على عشاق ناديه والمنتخب الوطني بفيديو قصير على حسابه في ستوري انستغرام. ديلور طمأن الجميع على حاله وقال أن إصابته ليست خطيرة بعكس ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي. بحسب أخبار اليوم، ديلور يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ وأربطة الركبة سليمة. أندي شكر كل من راسله ودعمه، وقال أن الأمر كان رائعا من قبلهم، ضاربا موعدا قريبا جدا لأجل العودة. للإشارة، ديلور يكون قد خضع اليوم لفحص معمق للتأكد من إصابته، لكن ولغاية تسجيل الحلقة النتائج لم تظهر، ربما تظهر غدا. ازدادت وضعية لاعب الخضر ونادي أونجي فريد الملالي سوءا على سوء، حيث أعلن مدربه ستيفان مولا اليوم الجمعة أنه لن يكون حاضرا في لقاء بوردو والذي سيقام يوم الأحد المقبل، ببساطة لأنه أحيل للفريق الثاني. مولا قال أن إحالة الملالي للفريق الثاني من أجل اللعب، لأنه بحاجة ماسة له وهو في الفورمة التي لن يجدها في الفريق الأول، حجة أراها غريبة نوعا ما. وبرأيه هو يدفع باللاعب الجزائري للرحيل، لأن المدير الرياضي لارسي قال في تصريح سابق أنهم سيعملون على إعارة الملالي قبل 31 من جانفي الحالي. إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى، نلتقي إن شاء الله غدا في عدد جديد وأخبار أكثر تنوعا كما فعلنا دائما. لمن يريد التعمق في أخبار اليوم ما عليه سوى النزول إلى صندوق الوصف أسفل الفيديو، سيجد هنا كل مصادر الأخبار التي وردت في عدد اليوم. سلام.